السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليستر سيتي يهزم أرسنال في الوقت القاتل في الدوري الإنجليزي. حقق فريق ليستر سيتي فوزا قاتلا وسمينا على حساب نظيره فريق أرسنال بنتيجة 1-0 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي على أرضية ملعب الإمارات. الشوط الأول من المباراة شهد أفضلية نسبية من جانب أرسنال من حيث السيطرة وخلق الفرص، كما أن المدفعجية سجلوا هدفا ألغى بداعي التسلل على لاعب أرسنال المتداخل في الكرة. وفي الشوط الثاني استطاع ليستر سيتي أن يسجل هدف الفوز عن طريق البديل جيمي فيردي بعد كرة عرضية من اندير حولها فيردي برأسية في الشباك في الدقيقة 80، ورفع فريق ليستر سيتي رصيده بعد هذا الانتصار إلى 12 نقطة في المركز الرابع بنفس رصيد استون فيلا، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 9 نقاط في المركز العاشر.